في هالحلقة من برنامج سبير فيشنج تاكتكس راح نتكلم عن العدة الأساسية للسبير فيشنج. أول جزء من العدة راح نتكلم فيه وهو الماسك. ماسك السبير فيشنج أو الفري دايف لازم يكون حجمه صغير. الماسك حجمه صغير. أنا قارنه مع ماسك السكوبا هذا وايد أصغر. أوكي. ليه رحت السوق اسأل عن ماسك يكون low volume حجمه صغير. شو الفرق بينه وبين الماسك العادي مال السكوبا؟ هذا الماسك ليه كنت غصت راح تحتاج إنه تعادل الماسك. الماسك كل ما نزلت كل ما ينضغط على وجهك فتحتاج إن تنفخ نفخة صغيرة عشان يتبطل وتنازل يتبطل. فإذا كان ماسك بحجم عود نفس ماسك كوبا راح يستهلك منك هواي. أوكي؟ فاختار ماسك حجم صغير. ليه تبي تقاس الماسك اللي عجبك؟ حطه تحت خشمك. أوكي؟ دم هذا. حطه تحت خشمك. حط الماسك على وجهك. أوكي؟ واسحب هواء من خشمك وخلك واثق. اذا الواثق ثبت يعني هو رب السليم. اذا طاح يعني قاعد يدخل هواء. اذا دخل هواء وطاح بسرعه معناته بالماي راح يدخل عليك ماي. الحين هني نتحكى عن السنوركل. السنوركل مالنا حق السبير فيشنج او حق الفري دايف يحتاج يكون شيء بسيط سمبل لا في تسكير فوق او شيء تحت. اوكي. ويحتاج انه يكون مرن. اوكي. ليش مرن؟ لان انت تبي تنزل وتصعد سريع. اذا كان هذا يابس انت راح تلقاه هنا. فاذا كان يابس راح يصير فيه وانت نازل وصاعد راح تحس فيه يتحرك 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 وعادي يسحب الماسك منك ويدخل عليك ماء. اوكي. فهذا مرن يتحرك لو شنو يتحرك ما راح ياثر وياك. اوكي. ولا راح اسحب منك الربل مال الماسك. السنوركل وظيفته بس فوق. طول ما انت فوق هذا بحاجك انت مريح تتنفس فيه جاهز حق غوصتك اللي بعدها. اذا انت جاهز راح تاخذ نفس كامل وتشيل السنوركل لازم تشيله من حاجك وتنزل. مسكين هو غريب يا رب سالك سيدي يا رب سالك. هني حق زعان. زعان في الفري دايف عادة تكون طويلة. زعان في سكوبة تقريبا في لهني. ليش؟ لأن نحتاج دزة قوية. أوكي. هذه الدزة تقريبا عند دزتين ثلاث من مارة سكوبة. زعان في الفري دايف في منها أنواع. في منها بلاستيك نفس هذه. وهذه عادة تكون يابسة. وهي البلاستيك عادة تكون أقل مستوى بين الزعانة. ميزتها الوحيدة ان سعرها يكون رخيص. فاذا انت ميزانيتك شوي نازلة هذه زعانف راح تأدي الغرض. اللي بعدها تكون فيبر. هذه زعانف فيبر. اوكي. الفيبر من ميزاتها انك تقدر تتحكم بالمرونة مالتها. تقدر تاخذها ناعمة واي. تقدر تاخذها ميديوم. وتقدر تاخذها هار. يابسة شوي. دزتها فرق قوة وايد فرق عن البلاستيك. اذا انت كنت تستخدم بلاستيك بعدين حولت على فيبر ما راح ترد على بلاستيك مره ثانيه. على طول راح تجمع الفيبر وراح تشوف الاحسن ولا ماركه ثانيه بس ما راح تنزل على بلاستيك مره ثانيه. اللي احسن من الفيبر هي الكربون فيبر. شو اللي يفرق عنها؟ طبعا اثنيناتهم فيهم مرونات سوفت ميديوم هارد. لكن الكربون فيبر وايد اخف بالوزن فراح تصير اخف على ريلك وبنفس الوقت تعطيك دزة. خفيفة تعطيك دزة راح تكون وايد أحسن لك. بس سعرها راح يكون شوي غالي. كاربون راح يكون سعرها شوي غالي. إذا أنت عندك ميزانيتك زينة. أو تبي تشتري مرة واحدة خلاص مو مفكر ليه قدام تغير زعانة أخذ كاربون من أول شيء وفك نفسك. طبعا عشان أنت تعرف أن شلون أخذ أنا سوفت ولا ميديوم ولا هارد
انا افضل القياس السوفت والميديوم والهارد هو يكون على الوزن. شلون؟ اذا كنت وايد ضعيف اخذ سوفت، اذا كنت وزنك بين 65 و 85 خليك على الميديوم. الميديوم وايد زينه وتعطيك دازه قويه وبنفس الوقت ما تتعب ريلك، ريلك راح تتحملها. اذا كنت متين وايد متين اوكي، فانا انصح بالهارد. ليش؟ لان جسمك كبير تحتاج شيء يدزك يعطيك دفع قوي. عادي تلبس الميديوم راح تشوف ان الميديوم وايد خفيف على ريلك، فانا انصح بالهارد. حق صيد، حق شباب صيد اغلب الاجسام ميديوم، انت تحتاج تكون بالماي اربع ساعات ثلاث اربع ساعات اذا مو اكثر، فتمشي يعطيك دفع وبنفس الوقت ما يتعبك. فالميديوم هو افضل مرونه انا اخذها. مسدسات الفري دايف ينقسمون حق اكثر من نوع وحق احجام مختلفه. شلون تاخذ، شلون تنقي الحجم اللي انت تبيه، شنو الاحسن لك، يعتمد على حسب وصفك. اذا انت نازل بين ميافر بين صخر، سمكه مو بعيد عليك، مثلا داخل ميفر انت راح تطل وراح تحط مسدسك قريب عليها وراح تطق، يعني ما في مدى كلش او مداها شويه يعني متر نقول بالكثير. فانت هني تحتاج مسدس صغير، مسدس صغير مثل 50 و60 هذيل راح يسهلون عليك الحركه بين الصخر. اثنين انه تحرك المسدس على رافتك، اذا صار المسدس وايد طويل راح تتاذى بحركته بالماء. اوكي؟ فمسدس صغير راح يكون هو القياس مالك حق بين الصخر. القياس الاكبر منهم عندنا 75 وال 82، هذيل القياسات ينفعون حق شنو؟ اذا مثلا الميافر مالتك كبار، مثلا انت غايس بعمان ولا غايس بحر تدري هني الميفر عوده، تحتاج شيء يوصل داخل الميفر، او تدري ان هني مثلا البالون يكون برا الميفر تحتاج شيء يوصله، او مثلا انت نازل حق سبيطي والرؤيه شوي زينه تبي شيء يوصل حق السبيطي او حق سمشتك اللي عارضه. فال 82 وال 75 هذا قياس ممتاز، وحق الجزر انا اذا بنزل ميافر الجزر عادة اطق برا الميافر، وهم داخل ميافر اغلب الجزر ميافرها شوي زين، ف 75 و 82 هذا قياس وايد مرة. بعدين القياسات الاكبر منها عندي 90 وال 100. هالقياسات تنفعك حق سمك شوي كبير، مثلا شنعد، دويلمي، ايا كان، سمكه شوي عوده تحتاج قوه، وعادة السمكة تكون شوي مبعدة عنك، فتستخدم هالمسدسات مثلا حق رياق، حق جزر، تلطق شنعدة، تلطق شيء، تلطق حمام كبار، هذا المسدس اللي تبيه. وإذا كانت الرؤية يعني لغاية 5 متر هالمسدسات تكون وايد زينة، أو إذا كانت الرؤية زينة بس السمكة تقرب يعني. بعدين عندنا المسدسات اللي أحجامها شوي كبار من 120 وصاعد. 120 وصاعد هذا حق شغلتين، حق اول شيء سمكه عوده تحتاج قوه انك تخترقها، ثاني شيء حق مكان الماء تكون فيه شوي صافي، تبي شيء يوصل. المسدسات الكبيره كل ما كبرت كل ما صار مداها اكثر، فانت تحتاج شيء يوصل. اذا كانت الرؤيه صافيه عاده السمكه تكون حذره ما تقرب عليه، فتحتاج مسدس عود عشان يوصلها. طريقه تشيل المسدسات الاطوال اللي ما طولهم، يعني مثلا هذا انا ما طول السير ماله وايد بعيد، تمسك التريجر من هنا اوكي، تمسك السير مالك شد والتريجر هذا تسحبه وخلاص كذي تقدر تسحب سحب. المشكله كلها بالاساس انه اذا انا حطيت هنا ما راح اقدر اطول السير، فشلون احلها؟ اول شيء امسك السير
ممكن انا ماسك التريجر وخلصنا خلاص وصلت السير، فبس علي اني اوصل التريجر لصدري احطه عدل واسحب كذي انا اكون خلاص. اخترنا المسدس مالنا، لازم تفكر شنو تركب عليه، هل تحتاج بكرة او تحتاج فلوت توصله من المسدس من الصيف مالك للفلوت هذا، وهذا يتوصل ببوية. شلون تختار بينهم؟ شلون اختار اذا بكرة ولا فلوت؟ اول شيء فكر بالسبكة اللي انت تبي تطقها، وفكر بالمكان اللي تبي تنزل. اذا المكان اللي تبي تنزله مو وايد غزير، اوكي هذا اول شغله. ثاني شغله يعني مو وايد غزير يعني خلينا نقول 40 متر حده. ثاني شغله اذا السمكه مو وايد عوده ما راح تسحب وايد، اوكي اذا السمكه عوده وانت بحرك 40، هذه البكرات اغلبها يعني فيها 50 60 متر، فحتى لو السمكه توصل قول انت الحين عندك مجال بالبكره تطق السمكه تاخذ على ما انت تصعد فوق، ومن فوق توادعها 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 لين تصعد. اذا كان بحر مفتوح عمقك 50 60 جي وانت اللي رايح، البكره ما راح تنفعك، لان السمكه اذا نزلت خلاص راح تخلص بكرتك وانت راح تواجه مشكله وعاد تهد مسدسك، اوكي ما راح تقدر تمسك وياها اذا السمكه هذه. الحل الثاني توصل مسدسك بنجي ليه فلوت لاين، ليه هني تركب اخر شيء بويه تطق صيخك يروح مع الفلوت ومع البويه، والبويه تتم طافحه. طبعا اذا سمكه عوده راح تحتاج تحط اكثر من بويه، بس الفكره واحده، البويه تتم طافحه وانت بس تمسكها وبعدين شوي شوي توادع السمكه. هني حق بدلات الفريدر او بدلات الصيد، هذه البدلات هدفها الرئيسي ان الدفي، اوكي اذا برد وقت الغوصه مالتك راح تفلك، فنلبس بدلات. بدلة الفري دايف عادة تجي قطعتين، قطعة ليه تحت الخصر اوكي، والقطعة الثانية بنطلون طويل او لونج جون تصير لي فوق. احرص ان البدلة تكون فيها شيالة السدر، الشيالة قطعة تصير زيادة داخل، وظيفتها انها تسهل عليك التشيل، ما تحس بعوار هني لما تشيل، اوكي؟ طريقة لبس بدلة السبيرج، جيب بطل ماي، اوكي؟ هذا القياس العادي، حط فيه بالقاع هالكثر شامبو، اوكي؟ الكثر شامبو، خلطه عدل، بعدين جيب البنطلون مالك، اكبس هذا عشان لا يطلع الماي، وحط بأول ريل، وحط بثاني ريل، صكهم وصك البدلة عدل وخل يداور الماي اللي فيها، بعدين صبه اكبسها كبسه واحده، دخل ريل واحده بين دخل الثانيه ورد اكبس وخلاص انت لبست البنطلون. القطعه اللي فوق نفس الشيء، القطعه اللي فوق نفس الشيء، تكبسها بعدين تحط ماي وصابون بايد، وتحط ماي وصابون بيدك الثانية، بعدين تصك الراس وهذا وتصكه من هني، وتخلي الماي والصابون يداوى. بعدين تيجي تشفسها شفسة واحدة، اوكي شفسة واحدة، تحط ايد واحدة تأكد انها طلعت خلاص، بعدين تحط ايدك الثانية تأكد انها طلعت، بعدين تلبس الراس وبس تجفسها وخلاص انت كذي لبست بدلة. الحزام مال سكريبشنج او مال فري دايف عادة يكون ربع مرن يتماقط وياك، مو نفس مال سكوبا. مال سكوبا اول ما تنزل راح يطيح على صدر، اوكي الحزام الربع. ثاني شيء وشغلة وايد مهمة انه
يكون كوك ريليس بسرعة يتبطل. حزام اوكي، متى ما احتجت ان تهد حزامك طق وهذا بسرعة يطلع منه. اوكي لما يكون في الوزن بسرعة راح يطيح. عندنا استشاتشي، استشاتشي في انواع وفي احجام وفي اشكال تختلف بعضها عن بعض. اوكي انا افضل تشين تكون صغيره اول شيء، حجمها ما يكون عود. السكينه وظيفتها انه اول شيء تذبح فيها السمكه، لما تطيك سمكه تصعدها عندك تذبحها عشان لا تسوي لك ازعاج وايد بالماء. في تشاتشين مثل هذه، في هذه القطعه اللي هنا تقدر تثبت عليها صيدك اذا انت مثلا تنزل مياه اخرى. انا افضل هذه ليش؟ لان هذه تقدر اذا صيخك شاير وانت ما تقدر تحركه بيدك تقدر تركب الصيخ هنا وبالسكين تحركه، فتسهل عليك ان تطلع صيخك اللي شاير بين الصخر. السكين مكانها عاده انا احطها يا بالحزام مالي تكون قريبه علي سهل اطلعها، او تكون على ايدي مكان حيل قريب علي بسرعه اطلع. الدس حق السبير فيشنج وايد مهم الدس. ليش وايد مهم؟ لما تتشيل ايدك بالماء راح تزلق اذا انت ماسك الربل، فاختار شيء انه يكون هنا خشن تمسك السير ثابت خلاص ما يزلق من ايدك. غير كذي عندك لما تنزل تقعد بين الصخر تبي تمسك الصخر تحط ايدك بين الصخر تمسكها. اوكي فاذا صار ايدك من غير دس راح تشقق ايدك الصخر بسرعه راح تشقق ايدك المكان راح تشقق ايدك، فدائما البس دس. الدس يكون قياس ايدك ما يكون من هني كذي يسيع، لازم يكون قده بالضبط. اوكي لازم يكون قده بالضبط واخذ شيء يكون هيفي ديوتي. مهم عندنا الليتات حق السبيرشنج. الليت حيل مهم حق الناس اللي يبي ينزلون بين صخر او يبي يغصون ليت. بين صخر عادة داخل المياه اخر يكون ضغط ما يوصل هنا، فتحتاج ليت يكون مركز يوصل داخل المياه اخر ما يكون وايد عريض. اوكي يوصل داخل المياه اخر.